أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا بالجلال والإكرام بيد الخير وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمداً أو قداً جراً أو لمية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي لا أعلمه. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك بما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة
والنميمة والفواحش والفواحش البدع والبغضاء والمعاصي والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد آمنت بالله وملائكته آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ونكفرك ونكفرك ونخلعه ونخلعه ونتركه ونتركه من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونسجد إليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملق اپنی آنکھوں کو بند رکھے دل میں خیال رکھے نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی میرا معبود ہے وہی موجود ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں اور دل میں خوب خیال رکھیں کہ ہم سب مدینہ پاک میں نبی پاک کے روزے کی جالی کے پاس بیٹھے ہیں اور درود السلام حضور کے پیش کر رہے ہیں اور ہم سب کے دل پر اللہ کی رحمت کی اللہ کی نور کی بارش ہو رہی السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا نبي الله السلام والسلام عليك يا نبي الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خير خلق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حسبي ربي جل الله الله.
وَيَسْتَجِيبُ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ الْعَلَمُ
جن کے ماں باپ حیات ہیں جتنے بھی آگے کھڑے ہیں ان کے نام تمام بیماریوں ہم سبوں کے گھروں میں بیماریوں ایک ایک دن کی حاجی کریم اللہ الہ الا انت سوال کا
إني كنت من الظالمين. صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الأجهاد، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب ارحمنا تمام رب العالمين. يا الله جتنے بھی سننے والے حاضر غیر حاضر دوست ملک میں غیر ملک میں حاضر جماعت، یا اللہ ہم سبوں کی توبہ، یا اللہ ہم سبوں کی توبہ، اپنے رحمت ہم سبوں کو پنج وقت نماز پڑھا، ہم سبوں کو قرآن و سنت پہ عمل کرا، ہم سبوں کو ہم سبوں کی آل و الحاق کا اپنے حفظ مان، یا اللہ اور ہر بلاؤں سے بچا، ہر آزار سے بچا، یا اللہ شر سے بچا، یا اللہ ہم سبوں کو ہم سبوں کی آل اولاد کو نیک بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق، نیک والی کی صحبت عطا، ہر برائی سے بچا، برے کے صحبت سے محفوظ ہو، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو بر روزگار، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد، اور ہم سبوں کا خوب کاروبار خیر بچا، تمام رکاوٹیں دور، تمام بندشوں کو دور، یا اللہ تمام رکاوٹیں دور، یا اللہ حسد کرنے والوں کی حسد سے بچا، یا اللہ بری نظر کرنے والے بری نظر سے، یا اللہ ہر جادو کرنے کی جادو سے محفوظ کر، یا اللہ کالا پیلا جو بھی کریں الٹ پلٹ مل جائے، یا اللہ ہم سبوں کو خوب رزق کو عطا، ہم سبوں کو ہم سبوں کے گھر والوں کو تندرستی عطا کر، تمام بیماریوں سے محفوظ کر، یا اللہ جب ہم سب کا خاتمہ کلمہ ایمان، یا اللہ جب ہم سب کا خاتمہ کلمہ ایمان، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا قرض پوری آرزو ہے دے کر مجبور کی، ان اللہ ملائکہ بھی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله. يا الله جب تک ہم سب زندہ ہیں تیرے ذکر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جب خاتمہ کلمہ ایمان، سبحان ربی رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.